مع الأخت فادية بزي. لحد عمر ال 14 أنا ربيت بخلفية غير مسيحية مقابلة، غيرت كل مسار حياتي. الله بالإسلام مخيف، حبي أتقرب فيه لكن عندي خوف منه. قعدت حسيت حالي كأنه في مغناطيس تقريبا 3 أيام، أنا قاعدة بنار، حسي حالي كنت بصحراء ماشي، وفجأة حدا جاب مي وفجأة دقت المي وبدي أكتر. كان عندي رعب من أول ليلة بالقبر. أنا بيجي ملاك وبيزين وحسناتك وسيئاتك، إذا ثاقبت طلعوا حسناتي وسيئاتي قد بعض والميزان وقف هيك، شو بيصير؟ قال هذا وضع استثنائي. كان عندك حلم الفن. لما تقابلت معه وتغير قلبي تغيرت رغباتي كمان. الله أنقذك من حادث موت. شو اللي صار؟ امتى الصبح شعر حالي مقبوضة بشكل مش طبيعي، في صوت من جوا بيصرخ بيقول لي ما تروحي، فينا نأجل المشوار؟ قال لي لا لا لا، كتير ناس رايحين وفي ناس جاي كرمالك. وفادي لا ما بيصير، ما بنقدر نأجل. قلت له أوكي خلاص منروح. فأخذت الكرسي ورجعت وحطيتها وقعدت ودرست، ما عادش بتذكر شيء.